وللحديث عن فقدان وحرمان النازحين في العراق من أوراقهم الثبوتية معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان سيد ضياء الشمري، مرحبا بك معنا. ومرحبا بكم. كيف يؤثر حرمان النازحين من أوراقهم الثبوتية على حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية في العراق؟ أنه إذا شخص بدون أوراق رسمية وبدون أي وثيقة يعتمد عليها الشخص من النازحين أو المشردين من مناطقهم وفي هذه المخيمات التي أقيمت في العراق، هي مشكلة معقدة جدا. والمشكلة المعقدة لأنه إذا شخص فاقد الهوية مالته وفاقد الوثائق الرسمية ولا تمنحه الحكومة العراقية الملتزمات حتى يكون مواطنا ويعيش كمواطن في هذه البلد وله حق المواطنة في هذه البلد، إذا هنالك مشكلة كبيرة، وهي المشكلة حسب توقعاتنا كحقوقيين وكمنظمة حقوقية، ونبعث الرسائل حتى للحكومة العراقية وحتى للرئيس الوزراء العراقي ووزير العدل، أنه هذه المشكلة يجب أن يكون حلا سريعا لهذه القضية، لأن هنالك العمل والدراسة حتى يستمر حتى أطفال إنجاب الأطفال الذين يأتون، يعني لا مدارس ولا صحة ولا تعليم ولا اندماج بالمجتمع، هو بالحقيقة محتقل، يعني ليس إلا. نعم. هل يمكن للنازحين المتضررين من هذا الوضع التقدم بشكاوى أو طلبات قانونية لاستعادة أوراقهم الثبوتية؟ هل هناك جهة ما تقوم بهذه المهمة يمكن أن تساعدهم؟ هنالك وسائل عديدة، وحتى زيارة الممثل الأمم المتحدة في العراق وكتابته للتقرير الأخير الذي كتب عن العراق وحالة اللاجئين والوضعية كاملة بالعراق، وصفها بالحالة الكارثية، وهذا هو الوصف الحقيقي لحالة العراقيين. المنظمات الحقوقية هي تبعث التقارير وترسل التقارير، بس لازم تكون هنالك جهة مراقبة على هذه التقارير وإلى متى تم إنجاز هذه السلبيات الموجودة في حقوق الإنسان، كيف يمكن تجاوزها، كيف يمكن رقابتها، هل الحكومة العراقية تقدمت أو قدمت مشروع لحل هذه المشاكل؟ أنا بالوقت الحاضر حتى كتبت رسالة أو من المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا، كتبنا لها رسالة ووضحنا فيها الأمور التي يعانين فيه العراقيين الموجودين في هذه المخيمات، وقلنا لها نعم أنت هذا الشرح مالتك صحيح ودقيق ووصفك دقيق، ولكن هل توجد رقابة دولية وإجبار الحكومية على الإصلاح ما يمكن إصلاحه بالوقت الحاضر؟ هذا هو السؤال على المنظمات الحقوقية اللي يجب عليها أن تضغط على الحكومة العراقية، والضغط على الحكومة العراقية شيء ضروري، لازم يكون هناك ضغط دولي، ليس ضغط المنظمات. المنظمات تحلل الحالة وتعطي الحلول لهذه الحالة، ولكن الحكومة العراقية يعني لحد الآن لا تمتثل، لأن هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران. الحكومة العراقية ليست بحكومة ممكن نوصفها حكومة شرعية، وإنما حكومة ميليشيات، والذي يسير الحكومة العراقية هي الميليشيات التابعة إلى ولاية الفقيه، وهذه حقيقة. يعني أنت تعتقد سيد ضياء بأن المسؤول عن عدم حصول النازحين على وثائق ثبوتية هي الحكومة بشكل أساسي؟ الحكومة بشكل أساس هو الأول والأخير، هو مرجع الحكومة، والأحوال المدنية العراقية لماذا لا تباشر الأحوال المدنية العراقية بثبوتية الرجال الموجودين أو العوائل الموجودة في هذه المخيمات حتى يعطوهم الوثائق الرسمية؟ شو هو المشكلة الذي تحدث بعدم منحهم هذه؟ فعلا هذا هو السؤال، يعني ما هي المشكلة، يعني ما المعيق أن يحصلوا على ذلك، وهل هناك تقديرات لأعدادهم سيد ضياء؟ نعم، الأعداد كبيرة داخل العراق وخارج العراق، هناك ضغوطات أيضا اجتماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول المتواجدين فيها العراقيين، ومن ضمنها تركيا وبعض الدول حتى الدول الأوروبية تجبر العراقيين بالعودة القسرية إلى العراق. هذا مطلوب بصيغة أو مباشرة، هو هاجر العراق وصار له فترة 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى 8 أو 10 سنوات مهاجر للعراق، كيف يرجع؟ كم تقدر الأعداد من غير الحاصلين على وثائق ثبوتية؟
العراقيين الحاصلين تقريبا بالمليون وسبعمائة ألف. نعم. العراقيين الذي لا توجد عندهم أوراق رسمية اللي نزحوا مع الأسف هي هذه التسمية المنطقة الغربية من العراق، ها، من الموصل والرمادي وديالة وكركوك وصلاح الدين. نعم. وحتى بعض المناطق من محافظة بابل أيضا اللي هي جرف الصخر، أيضا ذولا يعني ما لا يملكون الوثائق الرسمية للعودة كمواطن في العراق في حالة التعيين وفي الدراسة والتمويل وإلى آخره، وحتى المساعدات الإنسانية التي تصل في بعض الأحيان إلى العراقيين وتسرق الأكثر، هذه تسرق من هذه المجاميع التي تدير العراق بالوقت الحاضر. هناك نعم سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا، لكن هناك فئة مهمة يعني لا ذنب لها في فيما يحصل، وهي فئة الأطفال النازحين الذين يفتقدون إلى هذه الأوراق الثبوتية، وهذا يعني حرمانهم من أشياء كثيرة، من التعليم، من الحركة، من السفر، من أشياء كثيرة. نعم، هذا هو صحيح، ولكن المشكلة هي مشكلة طائفية أخي، يعني ولاية الفقيه قاعد يعني تخلي الشعب العراقي من العراقيين الأصليين الذي سكنوا في العراق. هذا حدث في الموصل وحدث في الرمادي وفي صلاح الدين وفي ديالة، يعني شيء معروف المتنازع عليها، لأنه تنزيع يعني القرى الموجودة في ديالة وصلاح الدين تقدر 120 قرية أخليت من الناس وسكنوا فيها ناس من غير أهل المنطقة وأخذوا بيوتهم وأخذوا مزارعهم، وهذه الحادثة حدثت والمنظمات الحقوقية سجلت ومدونة هذه، لكن الحكومة العراقية هي حكومة طائفية أخي. لو تسمع السياسيين العراقيين المتنفذين في العراق كيف ينطقون بالطائفية والسم يبعثوا بين الشعب العراقي من أجل تدمير هذه الفئة العراقية، يعني لحد الآن إحنا باقين بشعارات دينية بالية ولا وجود لها صحة على أرض الواقع، وهذه الحكومة العراقية تتبنى هذا الموضوع بصيغة أو بصيغة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الميليشيات. طيب، الموضوع إذن هو مسألة سياسية طائفية كما تفضلتم، وهنا يثور السؤال عن مصلحة الأحزاب، مما تخشى الأحزاب السياسية والميليشيات من عودة هؤلاء الناس؟ إذا هذه الأعداد إذا ترجع وتكون مواطنين ومن حقهم الانتخابات والمشاركة بالحياة الاجتماعية راح تبدل الوجه السياسي الحقيقي للعراق بالوقت الحاضر. نعم. لأنه دولة لهم ثقل انتخابي ولهم ثقل اجتماعي، وأغلبهم كانوا سابقين يعني من الطبقة المثقفة الموجودة في العراق، مع الأسف أولادهم لحد الآن لا يملكوا التعليم، بس هذا لا يعني أنه هذه الطبقة هي طبقة واعية، وحينما تدخل هذه إلى المجتمع راح تبدل نظرة المجتمع بالحالة السياسية الموجودة في العراق. الحالة السياسية الموجودة في العراق مدمرة بالوقت الحاضر، وإذا دخلوا هذه المجموعة الكبيرة لهذا العدد الكبير من المثقفين راح يغيروا وجهة نظر العراقيين الموجودة اللي لحد الآن ملتهين بهذه الشعائر البائدة التي ليس لها أصلا بأرض الحقيقة لا في الدين الإسلامي ولا في أي دين آخر سماوي. نعم. طيب، بعد هذا التقرير الحقوقي ما المطلوب الآن؟ ونحن نعرف أن كثيرا من المنظمات الحقوقية والمراكز الحقوقية يقتصر دورها على يعني إصدار البيانات والتقارير وما إلى ذلك، لكن للأسف بعضها لا يستطيع القيام بشيء فعلي، يعني برفع قضايا، بمساندة هؤلاء الناس بشكل أو بآخر. نعم، هذه هي الحقيقة، لأن المنظمات الحقوقية إذا كانت منظمات تابعة للأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في العراق وخارج العراق وتدين الانتهاكات لحقوق الإنسان بالوقت الحاضر في العراق، هذه ليست هي سلطة. لازم احنا نعرف هذول الناس الذي يشتغلون طوعا وليس ولا يتقاضون رواتب، انه المنظمات المجتمع المدني، وهذه المنظمات تعمل من اجل إيصال المعلومات للعالم أو للأمم المتحدة وحتى في جنيف، يعني هذه المؤتمرات التي تعقد في جنيف وتتكلم عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، الحكومة العراقية
مسنودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الأمر يقع على العراقيين، هذا رأيي، يعني ما أريد أحرض، الأمر يقع على العراقيين. العراقيين يجب أن ينتبهوا إلى ما تسير به الحكومة العراقية بالوقت الحاضر، ومن هذه القرارات الجائرة إذا كانت قرارات حقوق الحدودية الموجودة في المناطق الجوار مع إيران ومع الكويت، إنه الشعب العراقي يجب أن ينتفض بأجمعه من أجل إنقاذ العراق من هذه المحنة، لأنه هذه الحكومة العراقية والميليشيات الموجودة ورؤساء الأحزاب هم المنتفعين. الحكومة الشعب العراقي يجب عليه أن ينتفض ضد هذه المجموعة. المنظمات الإنسانية تدين هذه الأعمال وتشرح هذه الأعمال، ولكن لا مستجيب. إذن على الشعب العراقي هو القوة الوحيدة اللي يمكن تغيير السياسة في العراق. شكرا لك سيد ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا.